لاعب طويلة وبعيدة إلى خوجلي، محاولة من خوجلي ودربكة أمام مرمى الرائد، تعود للشلهوب، يهيئها الهدف الهلالي سعد الحارثي. غلطة العاد شاطر بعشرة، وغلطة حارس المرمى بهدف الخوجلي يخطئ، والهلال يتقدم بهدف سعد الحارثي بعد مجهود حلو من محمد الشلهوب أيضا، وقفلة من الرأس من الحارثي على رأس سامي جابر، غلطة بجول. وكما يتقدم الهلال هنا يتقدم أيضا الأهلي على الاتفاق، الشلوب حصلها، هياها للحارثي ولا أحلى. وبالتالي كان لابد من التسجيل في المرمى الريداوي ليتقدم الهلال بهدف ليلا شيء. شوف حقيقة ورط المدافع، ورط الخوجلي، وبالتالي الشلوب حصلها وإلى الحارثي اللي سدد، ولا أحلى هدف لصالح الفريق الهلالي. إذن الهلال هدف، أول هدف لسعد الحارثي المنتقل إلى الفريق الهلالي في دوري